الملك عبد العزيز لم يغفل عن الأسواق، شرايين الحياة في مدينة الرياض العاصمة لعلاقتها بالوافدين من أبناء المملكة من خارج الرياض، الأسواق التي حوالي قصر الحكم المقيبرة، كل هذه أسواق قريبة من مركز الحكم والزعامة، لقصر الحكم والمنطقة أهمية، والأسواق هنا. أسواق متعددة حقيقة في وسط الرياض، تجي في الفترة الحالية سوق الديرة، سوق هذا وجه حضاري لمدينة الرياض، لأنك لما تتكلم عن الأسواق هذه تجد أنها تمتد لأكثر من 200 سنة تقريبا، يعني الحالية يعني نفس المسميات، فهذا مهم لأنه عنصر أساسي من لربط هوية الرياض من الناحية التجارية والاقتصادية وحتى السياسية والاجتماعية في كثير من الأفق. إنك لما تدخل كسائح أهم ما يتبادر لذهنك إنه الأسواق الشعبية موجودة، فلأنك بتشوف وجه الناس، يعني أنا أقصد تتعرف أكثر على تفاصيل الناس في حياتهم من خلال التجربة مع أنماط السوق أو المواد المتوفرة في السوق. بإمكان السائر للرياض الهابط للرياضي حديثاً أن يمشي على الأسواق كلها سيراً على الأقنام البلدية التي رأى الملك عبد العزيز، وهي قد أنشئت في وقت مبكر بالنسبة لقيام الدولة السعودية الأولى في الظهيرة لترعى النواحي البلدية قبل أن تصبح أمانة. هذه من اهتمامات الملك عبد العزيز بالأسواق القديمة ورعايته لها في إبان قيام الدولة السعودية الثالثة.